السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله اليوم حديثنا عن متخللات المباني في الأراضي الزراعية. تحدثنا في اللقاء السابق على موقع نقابة المحامين على قناة المحامين تي في على الموقع الرسمي عن قانون التصالح. أحد المشاهدات أستاذة أميرة ناصر سألت عن متخللات المباني وقالت حلها إيه؟ هل لنا موقع من الإعراب؟ هل هنوصل لحل؟ وانا رديت عليها وقلت لها ان شاء الله باذن الله تعالى لينا قريبا باذن الله عرض فيديو عن متخللات المباني، وده هيكون على الموقع الرسمي لنقابة المحامين لتوضيح وابراز اهم ما في قانون التصالح فيما يخص متخللات المباني. واحنا طبعا حديثنا بنذكر انفسنا واياكم بالقانون وبنوصل لحل علشان يبقى هدفنا المرجو والواضح دائما هو بناء العقلية القانونية. بالنسبة لمتخللات المباني، ما هي متخللات المباني؟ متخللات المباني هي الأراضي الواقعة ما بين الأراضي الزراعية بعضها البعض. طبعا بتكون متخللات المباني عبارة عن شخص أو مواطن متواجد في الأرض، الأرض دي بور لا تصلح للزراعة، ما فيش آلية معينة للري، فبالتالي هي الأرض بور ولا تصلح. فيعمل ايه؟ طبعا بيتعرض على النيابه العسكريه لانه مخالف، فعايز بيقول انا هوصل لحل في الموضوع ده ازاي؟ انا كده بتعرض للمساءله القانونيه والقانون مش مدخلني خالص في اي تفصيله فيه، ماليش حل. طبعا بالعكس، ده القانون في اول ماده في قانون التصالح بيتكلم عن استثناء الاراضي الخاصه بالمخالفات وخاصه الاراضي المحظوره، والاراضي المحظوره هي من ضمنها متخللات المباني، فلازم نوصل لحل فيها. طب انا هحل الموضوع ده ازاي؟ طبعا السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم في الامر ده وناشد الحكومه بان هي تعيد التصوير الجوي مره اخرى لمساعده المواطنين علشان نقدر نساعد المواطنين في قانون البناء ونوصل لحل، ان طبعا دي اسر وعندهم ابناء ومحتاجين ان هم يستقروا في مكان علشان يقدروا يكملوا حياتهم، لان هم مواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات. طيب ايه الحل ان انا هقدر اعمله؟ اول حل ان انا هقدر ان انا اشوف المكان اللي انا قاعد فيه ومتواجد فيه والجأ للجهات المعنيه واناشد وابلغ ان انا دلوقتي الارض اللي انا متواجد فيها دي ارض بور لا تصلح لا تصلح للزراعه، مفيش اي اليه هتقدر تساعدني في الري. انا ممكن ان انا ارفع دعوه في مجلس الدوله واطالب بان الارض دي، اعرض ان الارض دي بور وانها لا تصلح للزراعه، وبالتالي انا يحق لي ان انا ابقى اقدر ان انا اعمل مبنى ويكون مكتمل علشان اقدر دوت. في حل اخر ان احنا ممكن نشوف الناس اللي موجوده او الاهالي المتواجده في المنطقه اللي احنا فيها وحصلوا على براءات، واجيب ارقام المحاضر اللي اتحررت لهم واقدر اعرضها على القضاء، برفع دعوة قضائية وبعرض فيها البراءات وبعرض فيها المحاضر اللي تم تحريرها، وأسوة بالبراءات التي حصل عليها الجيران المتواجدين في نفس المنطقة أنا بحصل على البراءة بإذن الله تعالى. فلازم يبقى في حلول جذرية ولازم أوصل لحل نهائي، وأنا بأكرر وأؤكد على إن في كثير من البرلمانيون عرضوا هذا الأمر على الحكومة في البرلمان ونشدوها بإن لازم يكون في حل جذري وقوي جدا للحفاظ على الأسر المصرية من الضياع، لأن في ناس كثيرة هي مش عارفة توصل لحل في الأمر ده، لأن متخللات المباني في قانون التصالح ليس لها محل من الأعراب حتى وقتنا هذا. فأنا بأؤكد على كلام السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن إحنا لازم نعيد التصوير الجوي مرة أخرى علشان نقدر نساعد المواطنين في حل هذه الأزمة، ولنا لقاء قريب بإذن الله تعالى. انتظروني في القريب العاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تامر فهمي.